الفائدة التي بعد عدم المخاطرة والمجاملة في الدين. الناس يا جماعة المنهج ده ما واضح، سلفية دي ما تخاطر بيهم. في ناس يقول لك والله يا أخي محمد مصطفى ده عارف إنه ضال وحزبي وحاقد وكذا وكذا، لكن والله بس الزول اللي بضحكنا يا أخي بضحككم أي يعني عشان بضحكك تعرض دينك للشبه يا أخي، لعله يقذف في قلبك شيئا من الزيغ فتهلك. يا أخي ناس كانوا يتعلموا باروا الزول ده ضلوا وأفسدوا وما زالوا يفسدون، والله الذي لا إله غيره، بدوا يتعلموا بعد شوية باروا ويتعصبوا له ضلوا وزاغوا وانحرفوا. صلاح جودة، أيوب موسى، منو منو، أحمد عباس، غير من الناس اللي بيمشوا دارين يقعدوا معاه، دارين يسمعوا له، دارين يتقربوا منه، وعليمهم ربهم في النهاية ضلوا كما ضل وانحرفوا كما انحرف. والطيور على أشكالها تقع والأرواح جنود مجندة، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، لا يصحب البدعية إلا مثله. قدم المفعول على الفاعل لإفادة الحصر، ما قال لا يصحب البدعي إلا مثله، دي إلا تكون خطأ في النطق عند بعض من يسردها في بعض التسجيلات، لكن هي أصلا لا يصحب البدعي المفعول به إلا مثله تحت الرماد تأجج. شنو النيران يا أخي، أنت مش معاه، أنت مختلف معاه، باقي لك بتكون مرتاح بعد شوية شوية شوية، والزول ده يدعو للتوحيد حارب الصوفية وشنو شنو، بعد شوية تقول يا أخي يا أخي ما الزول ده يدعو للتوحيد، ما خطأ يا جماعة، خطأ خطأ بسيط بسيط يخالف إجماع المسلمين، يخالف الإجماع، يخرقه ويتعرض ويسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى الحزبية. ولا أنا ما تابع للحكومة، آخر تسجيل سمعته له ما تابع للحكومة في بتاع الأزعار ديك، لكن تابع لأنصار السنة. شوف محمد مصطفى عليك الله بقى في درجة من الانحطاط والذل، والله بقى ذنب مسكين مسكين الزول، في النهاية ينبذك وفي النهاية نبذ ذاته، في النهاية يقول لك ده حلقومه كبير، وانت حلقومك صغير ما تبقي كبير، مالك وكل دربس مالك تاني في شنو؟ حلقوم ده اخذ تاخذها على الزول، وده عربي مقطع من الجزيرة، هذا من الجزيرة تاني في شنو؟ وده ما بعرف والى اخره، ذات الداني كذي لسه نكرة عنده ما داري يجيب اسمه، قال حلبي شغال في سوق ام درمان، بعد فترة قال يا حلبي يا مرتزق، توف. طيب مرتزق وشغال على التالي دي بتتلمى كيف؟ يا ناس والله بلاوي ثقيلة جدا، ما دارنا نضيع زمنكم، لكن ما تضيع زمنك تقول لا ماشي للزول له وهنا وكذي، ديل بجنبه واحدين تانيين ديل يقول لك والله انصار سنة ديل كلهم خليناهم وجمعية وأي شيء، لكن بس العدسي ده الله في الرغايق في الرغايق، أي ما أبوه بدخلك في المجموعة دي بعد شوية في الرغايق، لا محمد الأمين بغادي تمرقة، تمش محمد الأمين ده يجيبوه مع ذاك المداح شغال وهو قاعد بالشال الأخضر قاعد، كلام في الحكام في المنابر وزاته محمد الأمين، ثناء علي عبد الحي يوسف، ثناء علي سيد قطب، والله أسعى عليك الله الجماعة دي تاني عندهم وش يتكلموا يو، ده نائب الرئيس بتاع الجماعة يثني على سيد قطب ويقول كتاب الظلال كتاب قيم جدا في مجاله، أبى الله إلا أن يتم كتابه هو وإلى آخره، وجنى عليه كثير من الناس، كتاب الظلال ظلال ده بجنبه، عبد الحي يوسف ماشيين ده البيق واحد، وأنا والله الآن في نظري البسيط شايف محمد الأمين ده باقي علينا عبد الحي ده أكثر من أنصار السنة التعبانين وراه، ده ما فاضي لهم ذاته، شغال بجاي الطيبة وبغادي كذي ومساعد خروج ده معلم فيه، ولا زي عبد الحي ذاته مش مجرم، ده بجاسفة بهيجون أكثر منه ذاته مرات، كوراك وجوطة وبلاوي، وده نائب الرئيس تاع الجماعة ده محمد الأمين، مسلسلات عنده لخبتة بلاوي لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، ولسه قاعدين في الجماعة
لكن احنا والله الجماعة دي ده الاسم العتيق. العتيق ما لخبطوه ده لو الاسم العتيق، لو الاسم العتيق ما لخبطوه ديل لك بيغادي ده تابعين، ديل محمد الامين، ديل محمد مصطفى، ديل لك بيغادي اسماعيل عثمان، ده بجنبه ثناء صادق المهدي، ده والانصار بيجاي يكرم مرشد الطريق السمانية، بيغادي يمشوا للكباشي، والله الذي لا اله غيره. مش بقول لك الردود وما الردود، واحد من اخواننا ناقش كامل عمر البلال في مبده، ناقشوا ذاك مشى الخطبه بعدها رد عليه قال مرق لي شاب من الظلمه وناقشني، مرق من الظلمه قول جا من النور، الموضوع شنو؟ انت مشكلتنا معاك ظلمه ونور، الموضوع شنو ناقشك فيه؟ والله ناس جماعه منحرفه، اي زول بيتعاطف مع انصار السنه ده يا جاهل يا مبتدع صاحب هوى. جاهل يعلم بعد تعلمه، ده عرفه زو صاحب هوى، والله الذي لا اله غيره، كما قال البربهاري رحمه الله تعالى، عرفه فان عاد فاعلم انه صاحب هوى. صاحب هوى يا اخي، الجماعه دي لو عندها غير على الدين والتوحيد، رئيسنا الكبير وليس فيهم كبير، وليس فيهم كبير. الهديه يقول بحب البرعي، ولسه في واحد هنا انصار سنة ومرقنا لهم ورينا لهم بحب البرعي، والله وحلف بالله قال والله بحب البرعي، وفي اشعاره شعر جيد كمان، في اشعاره شعر جيد. ده بيجاي الهديه. الجبراوي ذاك قال بيوتات من خيار الصوفيه من ناس مضوم بان، ده بيجنبه. ذاك بيغادي محمد ابراهيم البلا قالوا القواسم المشتركة بيناتك انت شايفها ممكن، قال كثيرة ممكن نلتقي، والصوفية قبلونا في وقت أحرج من الوقت ده، قبلوك الصوفية هاي ترابة فين أخرتك، مو خشمك، خشمك ده ما فيه بلاوي تاني، ترابة فين أخرتك كذي تشمها كذي. والله يا أخي معقولة يا جماعة؟ ولسه معاون في ناس باركوها، يقول لك والله الناس ديل مش مسجد كشة في رفاعة، ده بدفرني انا، مش بقول لك الحكمه وكذي، بدفرني للباب. لما نصل الباب بقبل على، بقول له والله الجامع ده ما بخلي لك الا تكتب فيه منزل كشه، بخليه بيت الله دقسته معي، البنا ثاني ما بحله، لانه الله قال سواء العاكف فيه والباد، ده للحرم خلي بيت مسجد فيه. قلت له انتوا قسمتوا المسجد، مسجد ده كان كبير قسمتوه نص، سويتوه بتاع كشة يدخل في الدار ومرق، والنص ثاني قلبتوه مدرسة شيلوه عوضنا الله، لكن الجامع ده ما بخليه. ما واضح؟ حس المدرسة ما عارف حصل لها شنو ثاني برضه اتلخبطت، وبلاوي ثقيلة، الناس بيقدموا دعوة، كلم في التوحيد، في الصوفية بأسمائهم يجوط، كشة بغادي، أستاذ كشكوش بغادي، أنا البرعي وكذي والترابي يجوطوا. بعد شوية لقيته بجيب في اسمي أنا، يا أستاذ أحمد البدوي أنت عندك ماجستير في طعن في الناس، ماجستير أي وأنت بكالوريوس، أنت وكنت أنا ماجستير في الطعن في الناس، أي أنت بتجيب اسم البرعي، اسم البرعي ما بتجيبه، وتجيبنا أنا جندي بقى، أنت تجيبني لي أنا يا أستاذ كشكوش والناس المعاون، أنت بتجيبني لي إيه؟ دير أنصار سنة شغلة مجوبك يا زول، بلاوي ثقيلة وفي خنق وفي ضرب وفي بنج في البطن وفي حاجات في الجبهة، مشاكل كثيرة جدا، والله حزبية واقعين فيها، والله الذي لا إله غيره، وضيعوا الشباب المساكين، الشاب بيستقيم شكاهم، يقول لك خليك واضح في المنهج، واضح في المنهج، لا تتكلم في التوحيد، أي دخل المنهج برضو دخل المنهج، يسمعوا توحيد يقول لك ايوه معناه انتوا الجماعه ديلك، يخشوا ديل يرمون في حزبيه بيجاد، كله شيلوا كده يدخلوا في السلم شنو؟ كافه توحيد ومنهج كله تشيلوا سوا، والله الذي لا اله غيره. ديل انصار سنه يا اخو بلاوي ما انزل الله بها من سلطان، الزنادي نفسه ناس بيتعاطفوا معاه كتر، والله في النقاش اعترف لي قال لي هاي بتاعت الترابي ده انا عارفها، ما شو بغادي عزوا في الترابي، وقالوا شخصيه اسلاميه لا تتكرر، ولا مش هو قالوا كذي؟ شخصية إسلامية يا أخي دي ذاته بصدقها، هو كان حي بصدقها، إسلامية عديل كذي ولا تتكرر مرة واحدة، إن شاء الله ما تتكرر يا أخ زي دي. يا ناس معقولة يا أخي؟ والموضوع ده وبلاوي ثقيلة يا أخي ومشاكل كثيرة. طيب
فإنسان ما يخاطر ما يجامل بدينه والله الذي لا إله غيره، ما تجلس للناس زين، ما تقول ده بكينيه وده بضحكنيه وده كذي، أخ تعال أنا كله بسوي لك برانا كذي، عشان ما تقول معانا كم نفر، عشان ما تقول دعيناك تتعلم عندنا، أنا مسكين ما عندي، تعلم من أخواننا ذي، لكن تعال مو دار تضحك بضحكك والله تمسك مصارينك، دار تبكي بديك كلام تبكي إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى. تاني في شنو؟ دارياته ونسى سايب ونسك ما مش غير حرام ونسك تمام بمزاج، تشرب جبنة بجنزبيل من غير سكر تنساه ذاته. ذلك من الحلول التوكل والثقة في الله والفرار إلى الله تعالى. يا جماعة الناس تفر إلى الله، انت دار تثبت على السلفية ودار تبعد من الفتن دي تفر إلى الله سبحانه وتعالى، ودي ذكر الشيخ، لكن قال تعالى في القرآن عن أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، في سورة الأعراف: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإنت تفر إلى الله، قم بالليل يا أخي اسأل الله. في ناس كتار بيقول لك اتحيرنا، ناس في مشاكل كثيرة ونقبل وين؟ تقبل وين؟ آيه تفر إلى الله. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. فإنسان يفر إلى الله ويلجأ إلى الله، يتضرع لله سبحانه وتعالى.